مساء الخير لجمال العيقل، وحييكم ورحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا. البداية من حائل ثاني محطات زيارة خادم الحرمين الشريفين للمناطق، إذ أقيم في حائل وتحديدا في قصر أجا استقبال حافل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وإزاحة الستار عن 259 مشروع تنموي تجاوزت مبالغها وقيمها 7 مليارات ريال. التقرير التالي يسلط الضوء على أبرز هذه المشاريع، نتابع. شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله مساء أمس حفل استقبال أهالي منطقة حائل الذي أقيم بمناسبة زيارته أيده الله للمنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. هذا واستقبل خادم الحرمين الشريفين اليوم الخميس في قصر آجا أهالي منطقة حائل ودشن عددا من المشاريع التي تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال. تنوعت المشاريع كما يلي: أولا، الهيئة العامة للسياحة والتراث، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح 7,874,000 ريال، فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس 66,285,000 ريال بقيمة إجمالية بلغت 74,159,000 ريال. ثانيا، وزارة الحرس الوطني، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح 1,139,000,000 ريال. ثالثا، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح 562,000,000 ريال فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس 696,000,000 ريال بقيمة إجمالية بلغت 1,258,000,000 ريال. رابعا، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح 543,000,000 ريال فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس 416,000,000 ريال بقيمة إجمالية تبلغ 959,000,000 ريال. خامسا، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح 1,877,000,000 ريال. سادسا، وزارة الإسكان، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح 922,000,000 ريال. سابعا، وزارة التعليم، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح 709,000,000 ريال. ثامنا، وزارة النقل، وبلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس 259,000,000 ريال. حياكم الله مجددا. كان هذا استعراض لأبرز المشاريع التي تمت في والتي تم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها، بين مشاريع جاهزة وبين مشاريع انطلقت بدءا من الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بحضور أيضا سمو أمير حائل. استضيف معي في الاستوديو الدكتور أحمد الركبان الكاتب الصحفي للحديث حول هذه المشاريع، وسينضم إلينا لاحقا معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل إبراهيم. أهلا بك دكتور. أهلا. شكرا لتلبية الدعوة. التنمية هو ملف كبير جدا لدينا احنا كسعوديين، تحديدا في المناطق في تصاعد كبير جدا في موضوع التنمية. المناطق الطرفية والتي كان ينظر إليها كمناطق طرفية أصبحت تأخذ حيز كبير اليوم من هذا الاهتمام لدى القيادة. أنت دكتور أحمد، كيف تقرأ بداية توقيت هذه الزيارة لخادم الحرمين الشريفين وهميتها لهذه المناطق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم المشاهدي برنامج جهلة، ولك شخصيا أستاذ جمال، وأنا سعيد جدا ألتقيك بعد غيبة سنوات طويلة. شكرا لك يا دكتور. الحقيقة طبعا هذا نتاج مجلس الاقتصاد والتنمية الذي يترأسه الأمير محمد بن سلمان، وهو طبعا الأمير محمد بن سلمان هو طبعا قائد الرؤية 2030 والتحول الاستراتيجي الوطني للمملكة. ولذلك الملك سلمان عندما يزور هذه المناطق ليس بغريب، على اعتبار أن تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز كان الملك رحمه الله
يقوم بزيارات في تلك المناطق على ظهر الخيول وعلى ظهر الجمال. اليوم الحقيقة أبناء أهل البررة المتوفين منهم رحمهم الله وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز اليوم يقوم بزيارات أبوية قبل أن تكون زيارات تنموية، ولذلك لما تنظر إلى الزيارة للقصيب ثم اليوم لحائل وغدا لشمال بعد أسبوع لشمال المملكة، أعتقد أن هذه رسالة للعدو الذي أراد أن يفكك ثقة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو العهد مع شعبه الكريم. المشكلة لم يعرفوا السيكولوجية السعودية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتزعزع الثقة مهما كانت في المنشط والمكرة، ولذلك هذه هي صلب المبايعة. اليوم ملك يقدم مليارات الريالات لمشاريع ضخمة جدا سواء كان في منطقة القصيم أو منطقة حائل، ومنطقة حائل تحظى بمليار ومئتين مليون في أكثر من حوالي 60 أو 70 مشروع تقريبا متنوع ما بين تعليمي ويعني إسكاني وغيره، ولذلك أبناء حائل لم تغب عنهم هذه المشاريع، بالعكس كانت الدولة تلتفت إلى هذه المنطقة الشمالية على اعتبار أنها أجا وسلمى وهي بلد الحضارة بلد الكرم بلد الخير. أعتقد أن حائل بالنسبة للحكومة السعودية وبالنسبة لخادم الحرمين الشريفين هي طبعا محل تقدير واحترام وميزة، ولذلك حتى من بين منطقة حائل عدد من الوزراء وعدد من نواب الوزراء والعسكريين وغيرهم. كل مناطق المملكة تحظى بتقدير عالي جدا من القيادة الرشيدة. لولا أن ظروف خادم الحرمين الشريفين وارتباطاته الرسمية والظروف المحيطة بالمملكة السعودية لوجدته كل شهر يكون في إحدى المناطق 13 في المملكة، بل أنه عود الشعب السعودي منذ أن كان أمين الرياض يزور محافظات المملكة، يعني محافظة ستير، محافظة المجمع، محافظة الغاط وغيرها والزلفي، كل هذا يقوم بزي. ولذلك الملك سلمان الكاريزما هو اعتاد أن يكون قريبا من الشعب، فهذا هذه رسالة واضحة وقوية جدا. الظروف التي أحيطت بالمملكة في التضليل الإعلامي مؤخرا أرادت أن تسقط الثقة ما بين الشعب والحكومة، لكن الحمد لله بان التماسك بان التلاحم، ولذلك عاصفة التصفيق التي وجدها الملك سلمان والأمير محمد في ملعب الأمير عبد الله بن مساعد في بريدة أمس البارحة في أيضا كرر هذا التصفيق في حائل. نعم. أعتقد أن هذه رسالة نسميها رسالة التصفيق للعدو يعني. نعم. لا شك. اسمح لي بس أخذ مع الاتصال معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل إبراهيم. مساء الخير دكتور، شكرا لقبول مساء النور، شكرا لقبول الدعوة بداية، ثانيا نهنيكم ونهني أهل حائل وكذلك أهل القصيم بنجاح الزيارة لخادم الحرمين الشريفين. دكتور إذا أردنا أن نفصل اليوم ونتحدث عن أهمية هذه الزيارة وقيمة هذه الزيارة لمنطقة حائل، ما هي الرسالة التي تود إيصالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لا شك أن هذه الزيارة الملكية لمنطقة حائل وقبلها زيارة منطقة القصيم تجسد نهج القيادة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بالاهتمام بكل مناطق المملكة والتواصل لتفقد أحوال المواطن مناطق المختلفة، وزيارته لحائل هي ضمن هذا التوجه الذي يؤكد هذه اللحمة الوطنية بين القيادة وبين الشعب. ولا شك أن مثل هذه الزيارات التي تتم لمناطق المملكة تهدف إلى الاهتمام بهذه المناطق وتمكين المشاريع التي تتبناها الدولة مشهورة في كل مناطق المملكة من خلال هذه المشاريع التنموية المتوازنة بين مناطق المملكة المختلفة. نعم. والاهتمام الشعبي الذي لاقاه مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمير في منطقة حائل مساء أمس يؤكد هذا الحب وهذا التلاحم وهذه القيادة الحكيمة والشعب الذي يكن محبة كبيرة جدا لقيادة في رغم كل ما يحاك في المملكة، لأن الأيام دائما تثبت هذه المواقف المشرفة لمواطن المملكة. نعم. نعم دكتور، اليوم أو بالأمس كان في افتتاح لعدة مشاريع وتحديدا خلنا في جانب التعليم لعلنا نستغل حضورك معنا، هل لنا نسلط الضوء اليوم على أبرز المشاريع اللي أطلقت اليوم في جامعة حائل؟ ظهر اليوم دشن خادم الحرمين الشريفين حزمة من المشاريع التنموية تقدر قيمتها بأكثر من 7 مليارات ريال
في 5 قطاعات: قطاع التعليم، وقطاع البلدي، وقطاع المياه والبيئة، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة والثقافة. هذه المشاريع التي دشنت هي تصب في خدمة المواطن، والدولة دائما توجه مشاريع حتى يكون الأثر مباشر على حياة المواطن، وهو ما نراه في هذه المشاريع. فيما يتعلق في مشاريع جامعة حائل، دشن اليوم 3 مشاريع لمباني كليات نوعية: مبنى كلية الطب، ومبنى كلية الهندسة، وكذلك مبنى كلية العلوم التطبيقية. هذه المباني كلفتها الإجمالية تقريبا 143 مليون وسوف تحدث نقلة نوعية في البيئة التعليمية في جامعة حائل، وسوف ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للطالب، سواء كانت مقدمة الخدمات التعليمية أو الخدمات الأخرى التي يحتاجها الطالب، في خلق بيئة جاذبة سوف تعمل على تميز التعليم الجامعي إن شاء الله في جامعة حائل. معالي الدكتور خليل إبراهيم، مدير جامعة حائل، كان متحدثا معنا عبر الهاتف عن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة حائل. شكرا جزيلا دكتور خليل. أعود لك دكتور أحمد. اليوم من بين المشاريع اللي افتتحت اليوم وضع لها حجر الأساس، اللي هي مشاريع الهيئة العامة للسياحة والتراث، كيف تقرأ اليوم حجم هذه المشاريع؟ اليوم عندنا تخصصات جديدة، اليوم عندنا مشاريع تفتح آفاق أكثر، فيها توفير للوظائف، فيها فتح فرص جديدة للاستثمار. طبعا الهيئة العليا للسياحة منذ أن تولاها الأمير سلطان من سنوات، وهي طبعا آخذة في الصعود بقوة في كثير من المناطق التي لها تاريخ قديم جدا حتى قبل الإسلام، لها تاريخ جدا، ولذلك منطقة حائل تشتهر الحقيقة بالجبال، جبل أجا وسلمى، تشتهر أيضا بموروث تاريخي ضخم جدا من خلال ما يرد في التاريخ، ولذلك حائل لديها أيضا مناطق محددة أيضا للتاريخية، ولذلك يهتم فيها سياحيا. طبعا أعتقد أن ما يفكر فيه الأمير سلطان بن سلمان في تركيز على القيم التنافسية اليوم للمناطق بالمشاريع، ولا لا؟ نعم صحيح، ولذلك الآن أنا أتوقع أن يفكر الأمير سلطان بن سلمان أن ينقل الدبلوماسيين إلى منطقة حائل لزيارات مرتبة مع سمو أمير منطقة حائل. الملك سلمان بالمناسبة هو رجل، أنا أطلقت عليه رجل التشجيع، في كل شيء يشجع الطلاب، يشجع الأطفال، يشجع الكبار، يشجع حتى المسؤولين، ولذلك يمنح المسؤول فرصة أن يعني يبدع. ولذلك الأمير سلطان بن سلمان بالفكر الحقيقة المعروف عن سياحيا، أنا أعتقد أنه سينتج عن هذه التدشين أو هذا التدشين الذي تم في حال المشاريع السياحية، أنا أعتقد أنها ستؤتي ثمارها خلال الأشهر القادمة. نحن لا نريد الاستعجال عندما ندشن المشروع، نريد إحنا أن ننتظر حتى يأتي النتاج. النتاج عادة يأتي من سنة إلى سنتين حتى يكون على أرض الواقع. ولذلك الملك سلمان بطبيعة الحقيقة يرسم الخطط بقيادة الأمير محمد بن سلمان في الخطط الاستراتيجية للدولة، ولذلك يعني سنشاهد في حائل وغدا في الشمال وأمس كنا في القصيم، أنا أعتقد أن هناك إنجازات ضخمة على أرض الواقع. نعم دكتور، اليوم وأنا بس برجع لحديثك في البداية، التلاحم اللي حاصل بين الشعب والقيادة، الاستثمارات في البنية التحتية، الإنفاق الرأسمالي، هذه رسائل قوية جدا اليوم ضد كل الحملات المغرضة اللي تحصل. استمرار هذا الإنفاق رغم أننا نخوض حرب طويلة لنا 2 سنين، ومع ذلك نستمر في هذا الإنفاق. اتهمت المملكة بأن اقتصادها سيضعف خلال محيطها الحربي مع اليمن وشمال المملكة العربية السعودية، العراق، تأثيراتها في العراق وفي لبنان وفي سوريا، وكذلك أيضا مثل ما ذكرت في اليمن. لكن المملكة الحمد لله الآن تنتظر ميزانية ضخمة جدا، تريليون، وهي أضخم ميزانية منذ تأسيس المملكة. اليوم يدش مشاريع بأكثر من يعني 7 و8 و9 مليار. أنا أعتقد أنه هذه رسائل قوية أن اقتصاد المملكة يقود العالم، ولذلك دائما نشوف يعني لما يتعمد الإعلام الخارجي المدفوع الثمن المرتزقة الأمير محمد بن سلمان على أساس أنه يعني حرك اقتصاد العالم في أوروبا وفي أمريكا وفي
شرق آسيا وكذلك أيضا في أفريقيا. أعتقد أن هذا الرجل وهو أصغر وزير على مستوى العالم منذ التأسيس يقود هذا الفكر العالمي، هذا الفكر الاقتصادي. لم نفاجئ في المملكة العربية السعودية على أساس أنه من مدرسة العوجة، مدرسة الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ أن تخرج من الجامعة وهو يقود دفة ملفات ضخمة في إمارة منطقة الرياض عندما كان الملك سلمان أمير منطقة الرياض، ثم يعني علو أو على كعبه في حتى وصل إلى هذا المستوى من الثقة العالية سواء كان من الشعب أو من الملك سلمان. الرسائل قوية جدا. لاحظتنا في الآونة الأخيرة خلال 4 أو 5 أيام الأخيرة أن الإعلام بدأ ينحدر، الإعلام المضاد بدأ يقل يعني توهجه وثورته المدفوعة، لكنه نحن لا نتكلم، مشاريعنا واقعنا هو الذي يتكلم. أنا فعلت تتحدث. نعم. دكتور أحمد الركمان الكاتب الصحفي، أنا شاكر لك جدا حضورك معنا وشاكر لك كل هالرسائل اللي أبرزتها اليوم من خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة القصيم وحائل. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وشكرا لمعدي هذا البرنامج، وأنا أهنئ قناة روتانا بوجودكم. شكرا دكتور. شكرا. فاصل ونعود.